بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من نبي بعده. أولا قبل أن أتطرق إلى هذا الموضوع إن شاء الله أذكر نفسي وأذكر إخوتي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وبهذه المناسبة أتقدم لأشكر قناة شوف تيبي لتطلعها إلى قضايا المواطنين المغاربة والمواطنين الذين يعانون كثير من المشاكل. وبهذا الصدد أتفضل أمام منبركم العزيز أن أدليلكم بما جرى لي في قصة اللي وقع لي، وهو أنني كان عندي جمع حالات كاريهم هنا، عندي محلابة وعندي محل ديال الصناف مأكولات الخفيفة. كنت كاريهم تقريبا شي 10 سنوات تقريبا، 9 سنوات تقريبا باش كاري المحلاب. وكنت كنخدموا معايا الخدام، كيجيو يخدموا معايا الخدام، كنت كنخدم فيها تقريبا شي 8 سنين. وكان طرات الوالد واحد الحادثه وصيب مرض الزهايمر، كان مرض الزهايمر وقلبت على شي دري يخدموا يعاونوني، بقيت قدرت نقابل راسي. كان معايا واحد خدم معايا شي 6 سنين تقريبا، جا قلبت ما بقيت قدرت نقابل الاب ديالي، ديما كنقلب عليه غادي جاي. قلبت على واحد فهمت معاه، تشاركت انا وياه في المحل، تقريبا خدم معايا شي سنتين والخدام معايا 6 سنوات. ما بقيتش كنمشي بزاف للمحلابه، ولاو كيعطيني واحد النصيب ديالي، ما اتفقنا على يعطيني واحد النصيب. داز عامين الحق العيد الكبير، واحد النهار اتفق الدري الخدام مع داك، مشاو كراو محل في قنفر، جاو داو ليا السلعه من المحل، جاو سرقوا ليا السلعه بالليل. وكاين الاستاذ حاضر وكاين الشهود حاضرين اللي هز معاهم السلعه وكلشي. انا ما بغيتش ندير، مشيت درت الاجراءات ديالي، مشيت درت شكايه في الكوميسيري، قالوا سير عندك الملك، دير شكايه ديال سرقه وخيانه الامانه. وملي الغد جاو دخلوا شي ناس باش نعالجوا الامر، جاو الامر هو والزوجه ديالو والنسيب ديالو داروا معايا، حتى اصيبت في كتفي، نصلي الكتف ديالي وبقى لي عندي واحد كسر. مشيت درت الشهاده الطبيه وكلشي، درت الاجراءات القانونيه. المهم بقيت نتابع، وجاء صاحب المحل لما عرف المشكل قال لي: مالك اش داروا بك؟ عاودت ليه المشكل، قال لي: انا خلصني الكرا ديالي وتابعهم، الله يعاونك، انا كنعرف الكرا ديالي. فعلا التزمت بالاداء ديال الكرا، بقيت تقريبا شي 5 شهور انا كنخلصوا في الكرا صافي. وقال لي: شوف المحل انت راه ما نقدرش نبدلك، وتعاملت مع هادي ما الحمد لله. علاش؟ لان انا هذوك في المحكمه، حيت هما ملي خونوا السلام باش ندخل المحل تنجيب عون قضائي، تصدر الجلسه الاولى والمحل كنخلص فيه. هو جاو ربما الناس قالوا لي بغينا المحل، قال لي غتزيدني في الكرا، وانا كنخلص في الايجار. قال لي غتزيدني في الكرا، قلت لي علاش؟ قال لي راه جاو الناس والمحل مسدود وهادي والمحل خدام. بقينا في مفاوضات انا وياه، واحد النهار جا هرس المحل، هرس القفوله ودخل المحل، خرج لي جميع الماتيريال ديالي والضره لاحه في الزنقه، صورتها لاح لي الماتيريال. بغيت نمشي ندير شكايه تقريبا في 20 مارس، يلا بدا الحظر، مشيت باش ندير شكايه، مشيت للمحكمه قالوا لي راه كاين الحظر الصحي. ومن بعد بقات هكاك، بقات ما درت معاه والو، بقات باقي الاغراض ديالي محطوطين عند المحل اللي تلف واللي مشى واللي داو اللي باقي عنده الداخل، باقي الاغراض باقي عنده الداخل. اما المحل الثاني حتى هو خطره كيخدم خطره ما يخدمش، لان الخدامه دائما عندي مشاكل مع الخدامه، كنخدم من راسي كنعيا كنقابل الوالد، وكنخلصو حتى هو المحل مسدود. قبل من الحجر الصحي بشهر، قبل من مارس جا واحد السيد خدم معايا تقريبا شهر، خدمنا فيه مزيان الحمد لله. يلا خدمنا، قدر الله جا الوباء ديال كورونا، جا القايد والعاون السلطه قالوا لنا خصكم تسدوا، صافي سدوا. الدري ملي شاف تخلع، الدري اللي معايا وسمع بان الناس راه ما يبقاوش يمشيو مشى للبلاد، خلى المحل ومشى. من بعد في ديك في ظل هاد الظروف ديال الحجر، يلا غير بدا الحجر الصحي، انا تصبت في كثره الاعصاب، مشيت للسبيطار، تصبت ضرني وجع، مشيت للسبيطار شدوني تقريبا شي 20 شهر و20 يوم وانا ناعس في السبيطار، قاع عندي المعده، بقيت بالدوايات. اخر المطاف دخل واحد الدكتور الله يجازيه بخير، كيعرف واحد الصديق ديالنا، قال لي: شوف دابا انت تبقى تاكل الدواء هنا، اللهم سير البيت ديالك وارتاح شويه بما حسيت، وعاد نجيو مع كورونا وهادشي. جيت للدار، جيت تقريبا واحد 4 ايام للدار، عطاني وجع، ضراتي صافي، حسيت براسي
رجعت لعندهم قالوا لي ضروري صيفطوني باش ندير لي ريم، ما كاينش هنا في سيدي عثمان، صيفطوني للمستشفى بنورج باش ندير لي ريم، ما كيتبع عندهمش. قالوا لي راه المساله راه عندك شي امور ما عرفناش حنا، خص ضروري دير لي ريم، تدخلوا شي ناس الله يجزيهم بخير، شي محسنين من العائله ديالنا. قالوا لي ضروري ندوك تشوفوا مالك، داوني داروا لي لي ريم في مصحه في كلينيك، عاد قالوا لهم راه ولا عنده واحد لابسيت تكونت عنده في المعده، تقيحات له تقيحات المعده من غير المراره. بقيت ناعس المده كامله، بقيت في السبيطار تقريبا الشهر ديال رمضان، قبل من رمضان ورمضان. هذا صاحب المحل ديال السناك جا لعندي حتى المستشفى، صاحبته انا كنصحابو انا يجي يدير لي زياره حيت مريض، جا قال لي يعطيني فلوس الكار ديال الشهر اللي قلت لي راني مريض دابا. قال لي ولا بغيتيش المحل بكا، انا ناعس في السرير وكاين الشهود راه باقيين، خديت الارقام ديالهم في المستشفى. قال لي راه بغيت نكري المحل، راه زادوني راه المحل راه صافي اللي باغي نعطي واحد اخر غيكري. قلت لي كيفاش انا في السبيطار حتى انا صحابك كيجي بغيت تزور؟ قال لي لا. قال لي راه ما تخافش الماتيريال، يعطيني السوارت باش نمشي نحل المحل. كيما ما يمكنش تعطيك السوارت، راه في رزقي في اغراض ديالي والدري اللي كنخدم خلى كلشي، باقا السلعه في الفريك وباقي الفلوس باقي كلشي الفاكتورات، كيفاش نعطيك وانا ما كنعرفش هذا؟ حتى ان شاء الله نصح ونجي الا بغيتي المحل ديالك نتفاهموا. انت كتخلصوا؟ كنخلصوا دابا كنخلصوا. يعني كان بقى غير داك الشهر؟ داك الشهر هو اللي بقى، جا حبسنا القيد، حبسنا القيد والمقدم، قال لنا حبسوا الخدمه مع في الحجر الحجر الساحل. ملي خرجت ثاني مشيت خرجت من السبيطار ثاني خرجت جيت للدار، واتصل بيا قال لي فين؟ قال لي راه قال لي فين؟ جات لا جا عندي المراه ديالو. قلت لي راه الراجل راه باقي في السبيطار. قلت لي راه بغينا السوارت، راه عندنا واحد روكار مارس باش يشتي واحد نهار، واحد النهار الاول ديال رمضان راه الماء راه كيخرج من هنا، هما بغاو تصل شي حاجه ها كيخطوا هما. المهم ماشي غرض انا ما عرفتهمش، هما قالوا لي راه كاين الماء. قلت لهم السوارت راه عندي انا في السبيطار، قلت لهم تنجي ونجي الا كان داكشي نجي ان شاء الله غناخذ يدنا من تما نجي، وفعلا غادي نجي لعندهم. لقيتهم فرقعوا المحل بلا اذن ديالي، فرقعوا المحل دخلوا ليه خادوا فرقعوا المحل وحيدوا القفول اللي داير انا جوج قفول، القفل ديال المحل وديال برا ديال الساقطه، لاحوهم ولا شو واش داروا ربما، وداروا قفوله جداد خلاوهم عندهم. ملي قلت لهم علاش درتوا المحل؟ قال لك حنا نسيرو، حنا بغينا المحل ديالنا سيدي، حنا راه امتى غيتسالي هاد الكورونا، امتى غتسالي هاد الكورونا؟ قلت لهم انا الشهر ديالي راه غادي نخلص، وزيدون ماشي انا اللي حبست، القيد هو اللي حبسني. ناس بدا الخدمه نخدموا ان شاء الله ونبداو من جديد. قعدوا بالسوارت، انا حسيت بهم غيديروا شي حاجه، كل مره كيقول لي اجي حيد السلعه ديالك، السلعه كاين الفريكو عامر بالسلعه ديال لدن كفته والصيط، كيقول لي حيد السلعه ديالك. نقول له السلعه حيد راه تخسر، وباقي ما تحاسبش مع الدري الخدام، راه مشى بلا ما شفتو ما والو، حيت خاف مشى بسرعه حيت كان ديك الساعه الحظر، قال لي بقى انا يبقى حاصل تيجي الدري. تقريبا نهار ثاني عيد، ثاني عيد مشاو حلوا المحل، اش قالوا لي شي ناس؟ قالوا لي راه المحل ديالك راه تحل حسن. اتصلت بهم في التليفون قالوا لي حيد السلعه هكا، قال لي حنا راه بغينا المحل ديالنا ما نقدروش نبقاو نتسينو فيك، هكا بغينا المحل ديالنا. اش قلت لهم انا؟ قلت لهم الا بغيتوا المحل، المحل ديالكم ياك، المحل ديالكم الا شي واحد بغى يزيدكم وانا راه كنعطيكم كيف خدام المحل كيف ما خدام كنديكم الاجار، الا كان تبدلوني بشي واحد راه ما نسمح. هكا قلت لهم الا بغيتوا نتوما المحل ديالكم الله يربه، ولكن بشرط ان ندير لكم صلاح مصوب لكم جلي. المهم الزينه ديال المحل انا مصوب صابغ ومصوب داير لهم شي كبيسات المحل، انا الزينه ديال المحل على حسابي انا، انا اللي الا بغيتو نخرج من المحل، الا شي واحد بغى يدخلو من المحل انا نبيع ليه كاع الماتيريال كامل. الا كنتو باغي المحل ديالكم ديالكم المحل، ماشي ما نقدرش نحيدو لكم. الا بغى شي واحد بغى يدخل يجي نبيع ليه الماتيريال كامل ديال هادشي صافي، والسلام عليكم. هادشي اللي قلت لهم انا، قلت ليه الا بغى شي واحد وبقى عنده السوارت اللي داروا هما. شويه حتى تفاجات هو البارح دخلوا خرجوا لي الماتيريال ديالي، خرجوا كامل ماسك الزباله ديال الفلوس عندي الماتيريال وداك كلشي. المهم انا ما عرفت المحل اش فيه، ملي خرجوا لي الماتيريال ما قدرتش نمشي لعندهم حتى مشيت معاهم، وانا هذا صات مريض وباقي حيت باقي تابعني عمليه، راه باقي عندي الوثائق ديال الطبيب حيت درت قالوا لي عمليه من بعد رمضان ان شاء الله ندير لك عمليه. ولقيت عندي دابا الطبيب ديال السكر خرج لي الانسولين وقال لي راه الكبده راه تكالت بالدواء، الكبده عندي مضروب ما قدرتش نتحرك ما والو، هما كيجيو برزطوني ربما هما اداوني اكثر من المرض
كل مره برا كيجيو كيهددوني الشخص بول البحر والمره ديالو ديما قالوا بغينا المحل ديالنا حنا راه خص تريتات راه درنا وانا كنهضر معهم دائما اسلوب زوين وكيقول لي لا انت راك العمر هذا راه مزيان وكان شي واحد هما المهم ناويين شي الله اعلم خلاص ديما كنخلص مسدود المحل وكنخلصهم كنبيع الماتيري ديالي كنتلف كندير كنبيع حوايجي زعما كنتقاتل انا ما كنخليش الكره لا هما لا الاخرين كنعطيهم 5000 درهم بجوج الموظف 5000 درهم المحل 51 46 واخا كان مسادين كنت تخلص كنخلص انا وكان طبيعي وكان حيت كنت دابا دابا واش داروا لي كنت سادي الكره جراو لي شحال هادي ما كيصبروش هما الشهر ما يصبروش لي 40 وملي وقع انا صراحه مريض ما قدرش نمشي نتفاوض معاهم ولا ندير ولا ما قدرش مريض دابا انا في حاله راه خاطر نقدر نطيح دابا باقي مريض دابا نوريك الوثائق ديال الطبيب باقي دابا نتبع عطوا عندي المعده والمراره والكبده بجوج التحاليل يلاه خرجوا لي ديال الكبده وديال المعده حتى باقي كناخذ على الدواء وديال المراره قالوا لي عندي فيها التهاب ان شاء الله جرب شويه ديال الحيده هذا اللي الطبيب قال لي فوت رمضان تفوت ان شاء الله هذه الحالات هذه المهم وملي مشيت انا جدات بغيت نمشي ندير اجراءات قانونيه انا ما بغيتش لحد الان ما واجهتهم ما والو بغيت ندير شي قانون مشيت عند القايد الناس رشدوني قالوا لي سير عند القايد لا بغيتي سير عند القايد شي يقول سير للعماله سير لكلش كيقول لي انا قلت نبدا بمقاطعه علاش المقاطعه هما اللي جاوا قالوا لنا حبسوا على حسب الاجراءات ديال الكورونا مشيت عند القايد اليوم في الصباح مشيت لعندو السلام عليكم السلام اللي وقع اللي وقع قال لي سير قال لي انا ماشي قال لي سير شي كاين وكيل المالي انا ما عندي ما ندير لك درت مثلا قال لي سير فحال ما عندي ما ديما ندير لك انا سي وكيل مالك قال المحكمه قال لي سير قال فين ندير شي كاي اخر سير قال فين ندير شي كاي هي فاش التجات القناه شو تيفي باش توصل الموضوع ديالنا الناس اللي عندهم غيره على هاد البلاد والناس المسؤولين والناس اللي كي باقي كينطروا النظر ديال رافه هاد الامه اللي كتضيع حقروني حوق ماشي حوق راه قتلوني لان مريض وعندي دري صغار والاب ديالي مريض ورغم ذلك ما رحمونيش ما رحمونيش جوج ما عنديش دابا انا متشرد انا اعتبر هذا متشرد ما عنديش شي مدخل منين شي محسن هما اللي داروا هما اللي داروا لي دابا واقف خرجوا لي حتى الماتيريال ديالي علاش وسواتا باللولين متفقين عليا حيت ما درت معاهم حتى حاجه ما بحد الان ما جاتهم لا استدعاء لا والو الاولين داروا بحالهم ربما هادشي كلشي داروه المحل الناس زادوا على 500 درهم حيت دائما كيقول لي راه الناس كتجي مرتب من المحل كتقول لي عسل ربما تابعين كان المحل كيجوني الناس كيقولوا لي نزيدو ونجي نعطيوك 60000 نعطيوك 70 وما بغيتش نبدلوك ديما كتقولها لي اخر شيء مشات الكورونا جات الفرصه باش يخرجوا لي الاغراض ديالي انا اللي كنطالب المحل مول المحلابه عطيت تصبيغ 5000 درهم المحل مصاوب لي بلافو ديال القبض مزيين لي المحل انا مصاوب دابا انا ديما محلي انا مصاوب لهم محل مسموم الاغراض ديالي كامله تحط داكشي ديالي كامل كله اللي ضاع ليا تحط ليا شي اللي طالب انا مطالب حتى شي حاجه ماشي ديالي وهادو حتى هما الاغراض ديالي كلها وديك الزينه ديال المحل ونعطيهم انا ما بقاش هادشي اللي باغي انا لما قلت لهم حتى عطيتهم شي حاجه المحلات ديالكم انتم ما تضيعوني ضيعتوني في رزقي وكنت كنخلصكم كنت كنتسالوا شي حاجه ماشي مشكل نقولوا انا اللي داير انا اللي ربما كنعطيكم الحقكم ديروا اي اجراء واللي كنطالبوا هو انهم كيديروا داكشي بيديهم كون درت انا شي حاجه بيديا ربما غنمشي للحبس ربما غندير شي حاجه غنفعل وانا انا ذمي ليه هما كيديروا هادشي حتى واحد ما كيتداخل علاش حنا بلاد دوله مؤسسات دوله القانون كما كنسمعوا كنعرفوا ما كاينش اللي يتدخل في كوميسيري ما داروا معايا والو قاعد يديروا كيخونوا لي السلعه